قمر خصه الله بنور الإيمان فشع نوره في أرجاء الكون حتى طغى على نور الملائكة، احتل قلوب العظماء ومشاعرهم والشعراء وأقلامهم حتى صار إنشودة الأحرار في كل زمان ومكان، وذلك لما قام به من عظيم التضحية تجاه أخيه سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام الذي ثار في وجه الظلم والطغيان وبنى للمسلمين عزا شامخا ومجدا خالدا على مدى الدهر، فشد الله به أزر الحسين عليه السلام فكان للمناقب جميعها عنوان وللفضل كله أب شامخ الرأس لا ينحني إلا لله، فغاض ذلك أعداءه فضربوا رأسه بالعمود. كان العباس عليه السلام نافذ البصيرة صلب الإيمان كاشف الكرب عن وجه أخيه، له منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة. قال عنه الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف: السلام على أبي الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، المواسي أخاه بنفسه، الآخذ لغده من أمسه، الفادي له، الواقي الساعي إليه بمائه، المقطوعة يداه، لعن الله قاتلي، السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلاء.